ما اعرف ليش انا احس ان سلمان خان يرفض انه يكون شيبه حتى باللحيه البيضه وبالقطب الشكل الشايب. هلا وغلا، معك محمد سيف الريامي. اليوم نزل اعلان الفيلم الكبير والمنتظر في عيد الفطر، فيلم بهارت من بطولة سلمان خان وكاترينا كيف. خلينا نشوف الاعلان ونتكلم عن الاعلان. انت साल पहले ये देश बना और उसी वक्त शुरू हुई इसके सलमान खान फिल्म्स। लोगों को लगता है कि एक मिडिल क्लास बूढ़े की लाइफ कितनी बोरिंग रही होगी। अब उन्हें क्या बताएं? जितने सफेद बाल मेरे सर और दाढ़ी में हैं, उससे कहीं ज्यादा रंगीन मेरी जिंदगी रही है। وش الكمان انت سيلز بريزنت؟ اوكي اوكي، هذه حبيبة تاج الشرف على ما اعتقد. एम्प्लॉयमेंट था नहीं और फिर एक दिन हमें पता चला भारत में तेल निकला है। ये क्या सर पे लगाएंगे? नाम और उम्र बोलो। भारत। भारत क्या? मेरे बाबूजी ने देश के नाम पर मेरा भी नाम रखा है। अब अगर उसके आगे पीछे मैं कोई सरनेम लगा दूं तो इस नाम का कद और इज्जत दोनों ही छोटे पड़ जाते हैं। भारत जी, इस दफ्तर में चुनाव का नामांकन पत्र नहीं भरा जाता है और जिस नौकरी के लिए आप आए हैं उसमें इतने भारी ज्ञान की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैक शरूफ सुनाने तो करने आया था बता दें। आपको जिंदा रखता है। लेने लेने आश्रम सब और लेने लेने आश्रम क्या? هذا نفس كابتن فيليبس. देश लोगों से बनता है और लोगों की पहचान उनके परिवार से होती है। तुझमें पूरा देश है भारत। जेमी फॉरमैन एंड नेशन टुगेदर अली अब्बास ज़फर عيد 5 جون اوكي بينزل في عيد الفطر طبعا الفيلم. ارجع لكم بعد شوي. سلمان خان في هذا الفيلم عنده عده وجوه، عده اشكال، يعني على حسب الفئات العمريه من سنه 47 لسنه 2010، يعني معناته هو راح نشوفه في سن العشرينات والثلاثينات والاربعينات والخمسينات والستينات وقريب السبعين على ما اعتقد. ما اعرف ليش انا احس ان سلمان خان يرفض انه يكون شيبه حتى باللحيه البيضاء وبالقطب الشكل الشايب. فشفتوا طريقه مشيته وهذا، تحس انه نفس رجنيكانت في السينما الجنوبيه، اللي هو حتى لو بيلبس باروكه بيضاء ولا حتى لو بيطلع بهيئته الكبيره في السن راح يعمل حركات الشباب. ممكن هي عشان هذا في الاعلان على اساس انه يستقطب عدد كبير من الجماهير، وانا يعني خلاص ملينا من موضوع انه لازم نستقطب عدد كبير من الجماهير عن طريق الاعلان. خلي الاعلان يتكلم بشكل بصوره يعني دقيقه، بصوره يعني صحيحه من غير اي لف ودوران.
مثل ما شفناها في فيلم دنقل مع آمر خان، شفتوه بالهيئة الشيبة يعني يبين على شيبة ويبين على ريال خلاص يعني بيروح فيها أو تعبان نفسيا من الداخل عشان بناته. موضوع أيضا في فيرزا، حتى شاروخان أتذكره في السجن طالع تعبان من السجن، هو كبير في السن، يمكن على أساس أنه هو يعني اضطهد هناك، يمكن عشان هو موضوع أنه هو في العشرينات أو في البداية كان يلعب سيرك وسيركس وأمور مثل هاي، فلذلك يبين أنه حتى لو في السبعين يبين أنه بعد فت، ممكن هذا هو السبب على ما اعتقد. لكن هذا ما يمنع ان الفكره ان نجيب سلمان خان بهذه الهيئه هذا شيء جديد وشيء جيد، لان عاده سلمان خان ما يرضى انه يمثل دور كبير في السن، ما تلاحظ يعني الا اذا كان به لقطه مثلا في فيلم عشان بس يمثل على الجمهور، يمثل على الناس اللي معاه في الكاركتر، بس انه يكون في الفيلم انه هو عمره 70 سنه هذا شيء جديد وهذا شيء جيد يعني اعتقد على اساس انه يكون فيلم انساني. ايضا موضوع كاترينا كيف في هذا الفيلم طالع بشكل جديد باسلوب مختلف عن افلامها، بعيد عن موضوع انها تطلع بهيئه الراقصه او هيئه الموديل ولا هيئه الفاشينيستا، ممكن نقول يعني هنا يبين ان لازم في شغل في تمثيل. اي نعم هذا الفيلم كان حق بريانكا تشوبرا في السابق، لكن بريانكا تشوبرا للاسف رفضت هالفيلم، مع ان لو طلعت بريانكا في هذا راح يكون في كومبينيشن حلو ما بين سلمان خان وبريانكا، على اساس ان الشكل نفسه ان نشوف شيء جديد، لان تعودنا نشوف كاترينا مع سلمان خان في افلام كثيره. بعد هذا ما يمنع انها تكون موجوده في هذا الفيلم، لان اصلا في نهايه الامر الناس اكثر شيء بتروح تشوف الفيلم عشان خاطر سلمان خان. كذلك في هذا الفيلم في سونيل غورور، يعني شخص مجتهد في الكوميديا وعنده اعمال جميله جدا في الشو اللي هو ستاند اب شو، عمل في افلام، عمل مع اكشي كومار فيلم جبر كان جيد جدا صراحه. الحين يطلع مع سلمان خان يعني معناته الحين سوقه قايم، هذا الريال راح يكون عليه يعني طلب كثير. الفيلم تصور في ابو ظبي وتصور ايضا طبعا في الهند في بعض الاماكن. الفيلم هو ريميك لفيلم كوري معروف، هذاك الفيلم انساني بحت ودرامي بحت. هل هذا الفيلم راح يكون انساني بحت ودرامي بحت؟ معني انا اشوف فيه شويه صبغه بوليووديه سواء كان بالرقص والاغاني وببعض الاساليب الرومانسيه، ممكن عشان هذا محطوطه في الدعايه، لكن بيطلع الفيلم في شيء، في حاجه انسانيه مرتبطه، هذه الحاجه الانسانيه المرتبطه مع هذا الفيلم اذا كانت قويه فراح يكون الفيلم قوي جدا، اما اذا كانت ضعيفه وكانت عاديه جدا راح تمر برور الكرام على المشاهدين. علي عباس ظفر من المخرجين اللي انا صراحه ما اشوف فيه ذيك الامكانيات الكبيره في الافلام الفنيه الدراميه. اي نعم هو عمل سلطان، وسلطان كان فيلم جيد لكن لم يكون بالمستوى المطلوب منه على اساس انه يطلع بشكل افضل. الحين هو في امتحان قوي جدا مع هذا الفيلم بهارد، ان هذا الفيلم كيف راح تعمله فيلم درامي وانساني في نفس الوقت. الفيلم ايضا في دانيا اللي هي اعتقد حبيبه تايجر شروف تمثل مع سلمان خان، فالناس اللي راح تتكلم وتقول ان كيف طلعت معاه هذا شيء يعني شفتوا انت في الصوره البصريه شفتوا كيف شكله سلمان يبين صدق صغير في اللقطات اللي هي يمكن صغير، فشغل سبيشال افكس وشغل الميك اب يلعب دور كبير ترى في السينما. في الفيلم في جاك شروف وسونالي كولكرني، جاك شروف اثبت وجوده بعد فتره طويله صراحه في السينما الهنديه، لان اي نعم هو وقف ويمثل في افلام ضيف شرف، لكن اخر افلام مثل فيلم رو يعني اعطى اداء جيد جدا صراحه في هذا الفيلم، واتمنى انه يكون له دور قوي في هذا الفيلم حتى لو كان دوره صغير. طبعا هذا الفيلم في نهايه الامر هو يعتمد اعتماد كلي على المخرج علي زفر كيف راح ينفذه وكيف راح يجيبه للمشاهدين، لان هذا الفيلم يعتمد على الانسانيه وعلى الدراما. انا عندي احساس حتى لو نقدر نقول 60 او 65% انه ممكن تكون في مشاعر جياشه بعد ما تطلع من مشاهده هذا الفيلم، وراح يذكرك نوعا ما ببجرنجي بهايجان او ايام بجرنجي بهايجان، وهذا ايضا يعتمد على اداء سلمان خان كيف راح يؤدي دوره في هذا الفيلم خاصه في لقطات البكاء واللقطات الدراميه، فهذا الشيء نحن نتمنى انه يطلع بشكل جيد امام الشاشه. طبعا اقدر اقول في نهايه الامر ان شاء الله اذا الفيلم هذا نزل في دور السينما راح تشوفوني اول باول معاكم، وراح تشوفوني اعمل طبعا كالعاده بعد المشاهده وراح اعمل ان شاء الله ريفيو، وراح نتكلم لايف بشكل مفصل عن هذا الفيلم. يعني نتمنى نجاح هذا الفيلم لانه خلاص ملينا من الافلام الكبيره انها تنزل نزله كبيره بالسقوط الكبير في السينما الهنديه. اتمنى ان هذا ينجح ويكون لها يعني شيء جيد في الفني في السينما الفنيه وكذلك في الايرادات.
هذه كانت هذه كان انطباعي الاول لهذا الاعلان، وان شاء الله عجبكم. واذا في شيء اي حاجه لا تنسون السبسكرايب واللايك شير مع الكومنتس، اكتبوا لي في الكومنتس وراح ارد على استفساراتكم ان شاء الله اول باول، ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.